عموما بالمر العامري، تهانينا من حظى بالمركز الثالث. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام بعد ان انتهت اشواطنا المفتوحه، نذهب مباشره الى اشواط الانتاج والمنتجين. من خلال التواصل والتنافس والتحدي مباشره نذهب الى مقدمه الشوط الى المركز الاول، حيث ياتي شعار بن غدير في مقدمه الشوط ومع وجود موال لتتقدم إلى الصدارة وإلى المركز الأول. حمد بن راشد بن غدير بينما المركز الثاني ذهابا ومتابعة مع وجود الظبي تعود ملكيتها لراشد بن سعيد بن عبيد الحميري حاضرة في المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث نتقدم مع سلهودة حمد بن طرشوم بن صالح العامري. أما المركز الرابع فنأتي إلى الشعار الشبل حيث تتقدم سلهودة الأخرى تعود ملكية أحمد بن سالم بن دري الفلاحي. أما المركز الرابع شعار أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، هنا يتقدم شعار الخطير ليقدم لنا شهد، تتقدم في المركز الخامس. المركز السابع وصول من خلال تواجد مشكورة محمد بن عبيد بن سعيد الفلاسي، حلت في المركز السادس. مشاهدينا الاعزاء انتقل للمركز السابع، وفي المركز السابع هنا محمد لمحمد بن عتيج بالعرطي الحميري، هذه بغته تحتل المركز السابع في هذه الاثناء. المركز الثامن انتقل الى المركز الثامن، هنا اللي وصلت لي حله تعود ملكيتها لإمعاء بن حميد بن عمهي المنصوري، منافسة من الموسم الماضي في أرضية هذا الميدان. ننتقل للمركز التاسع وهنا تواجدت مطفية مسلم بن سليم بن جوير بالعامري، بينما المركز العاشر الريام عدي بن علي بن خليفة الأغفلي يقدم لنا ريام في عاشر المراكز. هذه النتيجة لمراكزنا المتقدمة مشاهدينا الكرام في كل مكان، في منافسات قوية ومنافسات شيقة عملاقة تتكلم تتحدث بما يدور من منافسة وتحدي. وصلنا إلى أشواط الإنتاج والمنتجين، المقدمة لا زالت هنا من خلال هذه اللحظات مع هالي مرغم. هذه موال هي المسيطرة والمتقدمة على ناموس هذا الشوط. موال تعود ملكيتها لحمد بن راشد بن حمد بن غدير في صدارة المقدمة والمركز الأول، بينما المركز الثاني نشاهد الآن ثاني المراكز في هذه اللحظات لراشد بن سعيد بن عبيد الحميري يقدم الظبي على المركز الثاني. سلهودة قادمة في المركز الثالث، حمد بن سالم بن دري الفلاحي يقدم لنا سلهودة، سلهودة الأخرى التي تأتي مع شعار راعي سلهودة وشعار راعي سلهودة. هنا حمد بن طرشوم بن صالح العامري يصل يتقدم ليقدم سلهودة في المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصلت شهد أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه الأسماء الخمسة المشاركة في مع هذا اللقاء، ثاني أسابيع المرموم في التمهيدي في هذه المشاركات. أبغته حلت في المركز السادس لما تعود ملكيتها محمد بن عتيج بن سالم العرطي الحميري، وكذلك وصل بن شويرب مع مطفية مسلم بن سليم بن شويرب العامري. يا سلام، يحتل المركز السابع. المركز الثامن يلا يا بن عدي، يلا يا عدي، يتقدم في هذه اللحظات أريام عدي بن علي بن خليفة الغفلي، ولي حالة تواصل كذلك الكفاح في هذا الموسم. يمعى بن حميد بن عمهي المنصوري حضرت في حضورها وبمنافساتها. الفلاسي يحتل المركز العاشر مع مشكورة محمد بن عبيد بن سعيد
الفلاسي. هذه النتيجة للعشر الأسماء المتقدمة من المحليات إلى صايل، لكن موال تير على المركز الأول وعلى الصدارة. موال بالانتصار، والنواميس حمد بن راشد بن حمد بن غدير لا زالت على قائمة القمة وقمة البداية. من موال إلى المركز الأول وإلى السيطرة. يا سلام، آلي مرغم حاضرين في المنافسة. المركز الثاني سلهودة، وسلهودة هذه السلالة الصوغانية، سلهودة لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي يقدم لنا سلهودة. المركز الثالث 1200 على خط النهاية. المركز الثالث سلهودة حمد بن طرشون بن صالح العامري. المركز الرابع شهد أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يأتي على المركز الرابع. الخامس بغته حاضرة محمد بن عتيج بن سالم بن عرتي الحميري. هكذا النتيجة، لكن عودة إلى موال هي المسيطرة، هي المتقدمة حتى هذه اللحظات من خلال اللقاء. النقطة الثالثة لآلي مرغم مع حمد بن راشد بن غدير. موال مسيطرة ضمن أشواط الإنتاجي والمنتجين على المركز الأول. سلهودة في المركز الثاني لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي. سلهودة في المركز الثالث حمد بن طرشون بن صالح العامري. المركز الرابع بغته حاضرة محمد بن عتيجة بن عرطي الحميري يتقدم، ولكن موال تغرد خارج السرب في هذا الصباح. النقطة الثالثة يضيف شعار بن غدير إلى هالي مرغم بالتحلي والناموس والانتصار والفوز. ما شاء الله، هذه أمامكم مسيطرة، كل السيطرة الواضحة على زمام الأمور منذ بداية الانطلاق. قامت راس، أنهت هذا الشوط راس موسم حافل بالإنجازات بإذن الله تعالى لكل الشعارات الموسمية الحاضرة في منافسات الرموز وكذلك في منافسات الأشواط الرئيسية. هذه موال حمد بن راشد بن غدير تهدي الفوز والناموس إلى هالي مرغم مع شعار الواثق حمد بن راشد بن غدير وأخوانه. تهانينا والناموس على هذا الفوز. شكرا الدينامو حميدي بن سالم العمري. المركز الثاني بغته محمد بن عتيج بن سالم بن عرطي الحميري. المركز الثالث اللي حلى حاضرة هنا في هذا اللقاء يمحى بن حميد بن عمي المنصوري. سلهودة في المركز الرابع حمد بن طرشون بن صالح العامري. المركز الخامس هنا وصول مشكورة لمحمد بن عبيد بن سعيد الفلاسي. التوقيت الزمني لموال 8 دقائق مشاهدين الكرام، 5 ثواني 4 أجزاء من الثانية. ثاني الناموس لحمد وراهد بن غدير. المركز الثالث هذه المركز الأول موال. المركز الثاني مشاهدين الكرام بغته محمد بن عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، بينما 7 ثواني 7 أجزاء من الثانية. والمركز الثالث كان الحضور من خلال المنافسة والتحدي لحلة المركز الثالث مع بن حميد بن عمي المنصوري 8 دقائق 9 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لجميع الفائزين.